يستغيث السوريون في حمص وفي غيرها من المدن والبلدات، فهل من مجيب؟ لم تأتي النجدة بيد أن هذا القمع لم يوقف مظاهراتهم الليلية أو النهارية ضد نظام سقط بداخلهم منذ أول قطرة دم سورية سفكها، لتواصل أفواج الكرامة هذه عزف ترانيم الحرية. هذه الترانيم وجدت صدى لها في الخارج، فثمت إشارات لدعم هدير الشوارع، ومع تواصل القبضة الأمنية للنظام يزداد عزلة ويصعب على أصدقائه الدفاع عنه أمام مشاهد قتل وترويع السوريين. البيت الأبيض في واشنطن كان مسرحا لمعركة جديدة خسرها النظام بعد اتفاق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على الأسد، فيما رشحت الأخبار عن تخطيط إدارتين لما بعد مرحلة الأسد معتبرين إياه بالساقط حكما. اتفاق وتخطيط من المتوقع ترجمتها إلى مزيد من الخطوات العقابية على النظام والضغوطات السياسية وغيرها لشل قدرته وتقليم أظافره الجارحة. ومن هذا الباب دخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليشن هجوما عنيفا على بشار الأسد ونظامه بعد دعوات سابقة له للتنحي والتخلي عن سدة الحكم، وليطالب المجتمع الدولي من جديد بتحرك أكثر صرامة ضد أنظمة الحكم غير الديمقراطية. هذه التطورات وإن كانت غير كافية لوقف شلالات الدم في سوريا، إلا أنها تؤكد من جديد أن معادلة بقاء النظام انتهت كليا، ليس بفعل المواقف الدولية وحسب، وإنما بفعل جسارة الشارع السوري والبطولات الملحمية التي سجلها ثوار سوريا في كتاب تاريخها الجديد الذي يكتب الآن.